مرحبا بكم في موقع حماس.com. في هذا الفيديو سوف نكتشف كيف نقوم بشراء سترة رجالية جاهزة من موقع الإكسبريس، وكيف نقوم بشحنها إلى غاية البلد الخاص بنا. لمعرفة المزيد ابقوا معنا. كما أسلفنا بالذكر في الفيديوهات السابقة، سوف نحتاج إلى بطاقة فيزا أو ماستر كارد أو بطاقة دعم الشراء من الإنترنت. سوف نحتاج إلى امتلاك عضوية على الإكسبريس فيها مجموعة من البيانات تتكون هي الاسم الخاص بنا، العنوان، بالإضافة إلى رقم الجوال. وهذه الطريقة إن لم يكن لديكم معلومات كيف تقومون بتعبئتها، سوف تجدون فيديو يظهر على هذا الفيديو على الشاشة الآن، تنقرون عليه وسوف تكتشفون طريقة تعبئة أو طريقة التسجيل في موقع الإكسبريس. سوف نقوم بتسجيل الدخول وندخل على موقع الإكسبريس. هذا الواجهة الخاصة به. هنا تجدون هذا المربع، يمكنكم استخدامه للبحث عن المنتجات التي ترغبون بتسوقها. هنا تجدون العروض، والإكسبريس يعرف بأنه يقوم بعروض وتخفيضات طيلة اليوم وطيلة السنة. على اليسار هنا تجدون تصنيفات الموقع، يعني هل قسم الجوالات، قسم الملابس، قسم مستلزمات البيت. أنا قمت مسبقا بتحديد الهدف أو البضاعة التي أرغب بشرائها، هذه الفيست، سوف تجدون رابطها في الوصف. في حقيقة الأمر هذا هو شكل الفيست، وإنما أنا قمت بشراء فيست أخرى، لكن البائع توقف عن بيعها لأنه كان هناك تخفيض تقريبا 11 دولار، والآن ثمن البضاعة هو 16 دولار زائد 16 دولار للشحن. أنا أنصحكم إذا كان هناك تخفيض على البضاعة يرجى الشراء في ذلك الآن أو في ذلك الوقت. لماذا؟ لأنه بعض المنتجات يتم عليها تخفيض في مدة معينة وبعدها يتم إيقاف بيعها وإرسال وعرض منتجات أخرى، وذلك حسب المخزون. نفترض لأننا نرغب بشراء هذه السترة وهذا الفيست، نقوم بتحديد اللون الخاص بها. فمثلا هنا هناك اللون الأسود، هناك اللون مثلا البني أو الأحمر، الرمادي والأبيض. فمثلا نحن نرغب بشراء اللون الأحمر، هو اللون قمنا بشرائه. ننزل إلى الأسفل، لدينا هنا الشحن عن طريق موروكو فيا شينا بوست، يعني الشحن العادي أو البريد العادي ستأخذ المدة تقريبا 15 حتى 60 يوم، وأقصى مدة كانت تقريبا محتمل يصل بعد 20 يوم. لدينا هنا شينا اير بوست فارسل، لدينا او ام اس وفيديكس. البريد المدفوع او ام اس وفيديكس على ما اظن ياخذ تقريبا 44 دولار، وهذا امر مكلف جدا. لأنصحكم بان تبحثوا جيدا في الإكسبريس وتبحثوا عن المنتجات ذات الشحن المجاني. وكيف نقوم ونعرف المنتجات ذات الشحن المجاني؟ الامر بسيط جدا، تقومون بالنقر على فري شيبينج، سوف تظهر فقط السترات ذات الشحن المجاني، وهذا الامر جيد جدا. طريقة الشراء وهي بسيطة جدا، ننقر على باي ناو اذا كنتم ترغبون بالدفع مباشرة، وادد تو كار اذا كنتم ترغبون باضافة البضاعة الى سلة المقتنيات، وتقومون بدفع الفاتورة لاحقا. وهذا هو الشأن الذي نقوم به، نلتقي بعد قليل لكي نقوم بدفع الفاتورة. بالنسبة للمقاس، هذا هو طريقة شرح المقاس. يجب عليكم قياس، إذا كانت لديكم سترة أو قميص مسبقا في البيت تقومون بقياسه، وقم تطبيق هذه المعلومات، يعني الشولدرز بالنسبة للكتفين، الحوض، الكمين أو الكم، وتقومون بإرسال هذه البيانات إلى البائع أو تقارنوها مع هذا الجدوى. سوف تجدون رابط في الوصف على موقع حموسة.com يشرح طريقة تحديد المقاس. أيضا الأمر له علاقة بالوزن والطول. أنا ما أظن، أدعوكم لقياس الملابس الخاصة بكم، أيضا قياس جسمكم أو جسدكم مع ارتداء ذلك القميص، لأن هذا الأمر سوف يعطي مزيد من الدقة. بعد إضافة المقتنيات أو المنتجات إلى سلة المقتنيات، سوف تنبثق لنا الصفحة. هذا هو الشكل الخاص بها، فيها مجموعة المقتنيات التي نرغب بشرائها، وفيها أيضا أثمنة المنتجات بالإضافة إلى الشحن. الثمن الإجمالي هو 68.25 دولار مع بضع دولارات كمصاريف الشحن. مصاريف الشحن يمكنكم التخلص منها إذا بحثتم جيدا في موقع الإكسبريس، سوف تجدون مجموعة من المنتجات ذات الشحن المجاني.
بعد المنتجات قبلنا بأن ندفع بضع دولارات كمصاريف الشحن، وذلك لأنه المنتج بحد ذاته كان عليه تخفيض، وسوف نغتنم الفرصة بكي ندفع الفاتورة. ننقر على باي اول لكي ننتقل إلى المرحلة المقبلة. هذه المرحلة فيها إلى أين سوف تشحن هذه البضائع. بما أنه لدينا عنوان واحد فقط في علي إكسبريس، سوف يشحن إليه بشكل أوتوماتيك وبشكل افتراضي. سوف تجدون هنا مجموعة من المربعات أو مجموعة من الخانات فيها فراغ يمكنكم استخدامه كطريقة للتواصل مع البائع وكتابة المقاس الخاص بملابسكم. بعض المنتجات لا يتيح لكم البائع تحديد اللون أو النموذج أو النوع الخاص بالبضاعة، فيمكنكم هنا كتابة الأمر أو الملاحظة التي ترغبون بأن يحترمها البائع. وننقر على Place Order لكي ننتقل إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة الدفع. بشكل أوتوماتيكي فعلي إكسبريس سوف يعطينا مجموعة من طرق الدفع، فمثلا هناك Western Union، هناك الفيزا ماستر كارد، هناك بعض الطرق الأخرى. في هذه اللحظة سوف يتم إرسال إشعار إلى كل الباعة بأنه يجب تجهيز البضاعة، لكن لن يتم الشروع في إرسال البضاعة إلا بعد دفع الفاتورة. كما قلت مسبقا لدينا فيزا ماستر كارد، لدينا كيوي ووليت، وأيضا بعض الطرق الأخرى، إلا أنه للأسف لا أعرف لماذا لكن البايبال الإكسبريس لا يدعم البايبال، لكن هناك خاصية اسمها ماني باك جارانتي. علي إكسبريس وفر لكم ضمان 60 يوم إذ لم يتم إرسال البضاعة إليكم، وهذه الخاصية على ما أظن كافية جدا. نحن سوف نشتغل بالفيزا، سوف نقوم بتعبئة هذه الخانات عفوا، نقوم بتحديد أي بطاقة لدينا، نقوم بكتابة شهر انتهاء الصلاحية كذلك السنة، ونقوم بكتابة Security Code أو الرمز السري الخاص بطاقة، وكذلك الاسم على البطاقة لصاحب البطاقة، وكذلك اللقب أو اسم العائلي. بعد تعبئة هذه البيانات ننقر على Pay Now دفع الآن لكي ندفع أو يتم اقتطاع الفاتورة أو المبلغ من خاص بالبطاقة الخاصة بنا. هكذا لقد تم دفع الفاتورة. سوف نتوجه إلى البريد الإلكتروني لكي نحصل على الريسيبت أو الفاتورة أو الإيصال إن صح التعبير لكي نحتفظ به في حالة ما حدث مشكل. يجب علينا العودة إلى الحساب الخاص بنا وتفقد المنتجات التي قمنا بشرائها وماي أوردرز أو ماي أوردرز. علي إكسبريس سوف يرسل المنتجات أو البائع سوف يرسل المنتجات، ذلك يختلف من بائع إلى آخر، فبعض البائع يرسلون المنتجات في خضم يومين أو 3 أيام، ولا هناك بعض البائع يرسلونها في خضم 7 أيام. فهذه العملية يعني ترتبط بحسب بعض المواسم وبعد حسب من بائع إلى آخر. إذا في حالة ما نسيتم أن تطلبوا من البائع شيء معين أو لم ترسل له المقاس الخاص بكم، فيمكنكم القيام بذلك بكتابة المعلومات أو الرسالة كما يظهر لكم الآن. نحن سوف نقوم بإرسال مجموعة من الملاحظات إلى البائع لكي يلتزم بها، وسوف نلتقي بعد قليل ونلتقي صحة التعبير إلى حين أن تصلنا البضاعة التي قمنا بشرائها، وسوف نقوم بتجربتها ونقوم بالتقاط مجموعة من الصور ونعمل لها البوكسينج. نلتقي بعد قليل.